قد تكون ميزة وقد يكون عيب إنه منتج الفيلم هو الحاج أحمد السبكي والد كريم السبكي. قد تكون ميزة إنه بينتج لابنه فتبقى الميزانية مفتوحة وعظيمة، وقد تكون عيب إنه ابنه فمش هتخسرني أكيد، أنا هقدر أجي عليك، يعني الابن برضو مش هيتخانق مع ابوه. ما كانش بيقدر يجي يعني على ابنه. ما كانش بيقدر يجي على ابنه. أنا بقولها لك. بص يا لا يعني أنا والله أنا بسأل السؤال بجد لأنه ده احتمال وارد وده احتمال وارد. طبعًا طبعًا. هما يقولوا الأول. يعني أنا اللي شفته على أرض الواقع إنه كريم ما كانش بيتعامل إنه صاحب الشركة. واحنا شغالين كان بيتعامل انه صاحب الفيلم، فاحساسه بانه صاحب الفيلم كان بيخليه يقاتل بشراسه على انه يطلع احسن حاجه، وده كان بيتعارض مع وجهه نظر الشركه او وجهه نظر الاب او المنتج الكبير الاستاذ احمد السبكي، فكان بيبقى فيه شد وجذب. فتصدق يا عمرو انت تعلم المباحث ازاي تبحث. الراجل هو قال كل حاجه بذكاء. والله العظيم شفتي، فهو هو ده الحقيقه. هو جاوب من غير ما لا ما يغلط. هو ده الحقيقه من غير غلط. لا لو عايز الغلط بقى أيوة. استاذ احمد السبكي كان بيوفر مع استاذ كريم. انا لو ابني اللي بيخرج مش هسيبه يعمل كده. لا يعني لو انا ابني اللي بيخرج انا ايدي هتبقى فرطه عن كده شويه. هو يعني هو ده منتج وده مخرج، يعني الخناقه التقليديه قصدي التقليديه بالظبط. الخناقه التقليديه ما كانش في اي بريفليج او ميزه عند كونه ابنه. هو بيبقى معايا زي ما بيتعامل مع اي مخرج، بس الفرق ان انا معاه في المكتب وفي اللوكيشن وفي البيت. فالموضوع اصعب شويه. بس دايما اول عرض انت ما خدتش بالك منه لانه هو كان واقف وراك. الحاج احمد اول مره اشوفه من فرحه من فرحته بعد العرض بعد العرض مخلص بكى. ما شفتهاش دي. انا شفتها وانا ما شفتهاش. انا لو شفتها كنت هبكي انا كمان. انا شفتها ده من قبل ومسك نفسه في ثانيه من قبل الايرادات. يوم العرض خلاص. لسه ما كانش عارف لا 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 بس احنا من كتر ما كنا مبسوطين ورد فعل الناس اللي كان موجود كان حلو. هو عارفه لما رحش كده في دمعه كده جت في عينه وراح ماسك نفسه. اكيد فخور انه ابنه عامل منتج جدا 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 اكيد. بس اللي عايز اقوله لك فعلا ان هو دايما بيقعد ليه وده هنعمل بيه ايه وده انت عايز ده ليه. ولكن هو دايما بيخلي يعني مع اي حد بيشتغل معاه هو بيعمله اللي هو عايزه. يعني هو من مدرسة ان دايما نعمل للفيلم كل اللي محتاجه وكل اللي هو عايزه، وفاهم كويس قوي اللي هو بيعمله ده هو هيستغله ازاي بعد كده. بس بيحب يفهم احنا بنعمل ده ليه. لا هو منتج فيلم. هو انت عميد فيلم في السينما المصرية شقه فيلم رقم 100 في شركة احمد السبكي. ايوه ده الفيلم رقم 100. ايه ده فعلا. ايوه ما كنتش متخيله. الحمد لله. دي مهمه قوي قوي ان الناس تفهم الناس دي بتحب السينما قد ايه. يعني ممكن جدا ينتج افلام بس مش لدرجه 100 فيلم. فاهم قصدي؟ لا ومعلش انتوا كنتوا شركه السوكي كانت نازله بالفيلمين الاكثر نجاحا شقه الاعلى ايرادات واللي بعديه على طول كان فاصل اللحظات اللذيذه برضه فيلم ناجح وجميل وكوميدي طبعا وتحيه طبعا لهشام ماجد طبعا وهنا الزاهد وكل الناس اللي شاركت في الفيلم الناجح فاصل اللحظات اللذيذه.